احب اقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب دايما منور حياتنا كده وعايشين على حسك، انا واخواته واولاده واهله كل الناس اللي بتحبه. ربنا يخليك لينا يا رب. شكري، ربنا يخليك. فاروق طبيعته وشخصيه هاديه، يعني في البيت مش حد عصبي، مش حد بيعمل دوشه. طبعا الرياضه نمبر 1 التلفزيون والاخبار، فطبيعي لما بيكون في ماتشات بيبقى قاعد مركز هنا بيتفرج. بشرب شاي. الشاي ده اساسي. لا لا، فاروق شخصية هادية خالص. يعني انا كنت اتوقع ان فاروق عصبي قبل ما اتجوز، مني كنت اشوفه في الملعب ينفعل. شخصية مختلفة تماما، مفيش اللي في الملعب ده حاجة، وهو مدرب يمكن كان بيعنف، ولا عمري سمعت من فاروق لفظ في البيت ولا بيتعصب. حتى لما بنختلف شخصية هادية يقول لي لا ده ما نتكلمش دلوقتي، بس حتى في خلافنا يعني ما. فالحياة الحمد لله في البيت هادية. بطلب منها يعني هتجيب لي هدية، تجيب لي هدية، يعني هي اللي تجيب لي الهدية، يعني تجيب لي الهدية من فلوسها. تجيب لي هدية من فلوسها. حاضر، أنا جبتها أوريدي وإن شاء الله. هي بتشيل بتحوش، فهي يعني طالما بتحوش تجيب لي الهدية من، يعني ما بقاش أنا بساعد في إن إحنا نجيب هدية. هو فاروق ما بيصحاش بدري، هو من الناس اللي بتحب تسهر، فبيصحى مثلا بين الظهر والعصر، بيفطر ويفتح التلفزيون برضو يتفرج على الاخبار عامله ايه وكده، وبعد كده ممكن على الساعه بعد العصر كده بشويه ينزل يتمشى ويطمن على الكلاب طبعا، لان دي حاجه مهمه عنده. بس وبعد كده بقى بنتغدى، سواء بنتغدى في البيت او لو في ميعاد مع ناس صحابنا. لو عنده شغل ما بينزلش، بينزل على الشغل على طول. يا زملكاويه. لا ده انا زملكاويه جدا.